اجتمعت لجنة قبول الطلبة في معهد فنون مسرحية علشان ياخدوا قرار في قبول الولد ده من عدمه. الولد قدم قدامهم في الامتحان مشاهد عبقرية وعظيمة، كلهم مجمعين على ده، بس اللي مش مجمعين عليه إنه هو كان خريج صنايع، فما يوافقوش بقى احتراماً لقانون المعهد اللي بيشترط دخول طلبة الثانوية العامة، ولا يوافقوا وتكون حالة استثنائية يعلو فيها قيمة الموهبة على المؤهل. وقد كان القرار، الحمد لله، بعد الشد والجذب والموافقة والرفض تم قبول الطالب، والطالب ده كان الفنان الكبير أحمد زكي. نص الحكاية اللي نعرفه عن أحمد زكي إنه الإمبراطور، غول التمثيل، اللي صدقنا إنه هو بواب وعسكري وظابط وملاكم، اللي صدقنا إنه هو السادات وإنه هو كمان معالي الوزير، صاحب الميت وش، صاحب الست أفلام ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في السينما، زي البريء والحب فوق هضبة الهرم وزوجة رجل مهم. قال عنه نور الشريف إنه من الرغم إنه درس له سنتين في المعهد لما كان معيد، بس هو كان شايف إن أحمد زكي ده متطور في التمثيل عن كل جيله، لأنه عنده جهاز عصبي مشع بيقنعك بأي دور بيقدمه. ورغم نجومية عادل إمام الطاغية وأفلامه اللي كانت بتحقق إيرادات أكبر من أفلام أحمد زكي، ما قدرش يمنع نفسه من غيرته من كمية الجوائز اللي كان بياخدها الإمبراطور. وقال أحمد زكي على فكرة بيمضي عقد فيلمه ومعاه جايزة على طول. وعمر الشريف شخصيا قال أنا الحظ واللغات ساعدتني أني أكون عالمي، بس أحمد زكي لو كان بيعرف لغات كان زمانه معاه الأوسكار وبقى ممثل عالمي من زمان. بس نص الحكاية التاني في حياة أحمد زكي عكس النص الأولاني خالص. فلو كان النص الأولاني بيحظى فيه أحمد زكي بالقبول الرهيب ده، النص التاني كان رفض رهيب ملوش مثيل. بعد ما تخرج أحمد من المعهد، وفي الوقت اللي زمايله كلهم في مسرحية المشاغبين كانوا أبطال في المسرحية، شافوا إن هو يجي كده ككومبارس، ورضي أحمد زكي إن هو يقبل. وكان بيقول إنه من كتر ما كان الدور بتاعي دور صغير، كان كل ما حد من الأبطال اللي في المسرحية يتكلم أروح أقف جنبه عشان بس الناس تشوفني. وجات فرصة العمر أثناء ما الكاتب ممدوح الليسي كان بيحضر وبيعمل رواية فيلم الكرنك، لقى كل المواصفات متطابقة على أحمد زكي، الشاب الأسمر الرفيع الطويل المثقف، فاداله نسخة من السيناريو يذاكره، ومسك أحمد زكي السيناريو وحفظه صم. ولما طلبوه يقابل المنتج رمسيس نجيب، راح أحمد زكي وهو متحمس جداً وفاكر إن أبواب الدنيا هتتفتح في وشه وإنه هينجح وإن دي بداية الطريق، لحد ما لقى المنتج بيزعق للكاتب وكمان لمخرج الفيلم بيقولهم مين ده؟ ده منظر واحد ده سعاد حسني هتحبه؟ بقى سعاد حسني هتحب واحد أسمر وشعره أكرت؟ المؤلف قال له يا فندم سعاد حسني مش هتحبه هو، هي هتحب الشخصية اللي هيعملها. قال لهم هو بيحسم الموضوع، برضو لأ، لو سعاد حسني طلع شحاتة ما تحبش ده، ده شكله وحش قوي. وطردوه من المكتب. وطبعا انهار أحمد زكي لدرجة إنه مسك كوباية الشاي اللي كان بيشربها وضرب بيها دماغه، وهو بيقول لهم طب يعني جبتوني ليه؟ أنتوا جبتوني عشان تكسروني؟ قول لي تمثيلي وحش، إنما شكلي ده أنا هعمل فيه إيه؟ ما هو شكلي ده بتاع ربنا. وبيقول أحمد زكي إنه لولا ظهور جيل جديد من المخرجين زي علي بدرخان ومحمد خان وعاطف الطيب اللي كانوا عايزين يقدموا سينما واقعية ويقدموا فيها رجل الشارع بكل ألوانه وأشكاله، كان زمانه لسه الكومبارس اللي كان بيقف جنب الأبطال عشان الناس تشوفه. الرفض لأحمد زكي ما انتهاش حتى بعد ما أثبت نفسه وموهبته غصبا عن كل الناس، لأنه استمر معاه حتى بعد ما بقى بطل ونجم شباك، لدرجة إن ناقد كبير يعني كتب إن أحمد زكي بيختار ستات حلوة زي رغدة وشيرين سيف النصر ويسرى يمثلوا معاه الأدوار الرومانسية عشان يتقال إن البنات البيض الحلوين بيحبوه ويكسر عقدة الشاب الأسمر. وده اللي ضايق أحمد زكي جداً، واللي كان بيقول أنتوا حتى مستكترين عليا إن الناس تحبني في التمثيل. في برنامج يا تلفزيون يا طلع المذيع مع أحمد زكي وقال له يعني لو في رسالة تحب تبعتها لمين؟ قال له أنا أحب أبعت الرسالة دي لكل حد رفضني، وبقول لهم شكراً جداً إنكم رفضتوني في بداية حياتي، عشان لما رفضتوني لقيتني بحب الفن أكتر. وده كان نص الحكاية اللي مخبيه عننا أحمد زكي، علشان دايماً نكون شايفينه إمبراطور وغول التمثيل.